عودا إلى عدن، أقيم في العاصمة المؤقتة حفل خطابي وفني بمناسبة اليوم العالمي والعربي لذوي الهمم تحت شعار اليوم للجميع بتمويل من صندوق رعاية وتأهيل المركز الرئيسي بعدن. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة انتصار عبد الجليل. برعاية الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن، أقيم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن حفل خطابي فني بمناسبة اليوم العالمي والعربي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار اليوم للجميع بتمويل من صندوق رعاية وتأهيل المركز الرئيسي بعدن بحضور مدراء عموم مديريتي التواهي والمعلم. وفي الحفل أكد الأستاذ محمد قائد الشاعري المدير التنفيذي للصندوق المعاقين بعدن أن الصندوق يصرف ميزانية شغلية لعدد 21 جمعية ومركز ومعهد في محافظة عدن لاحج الضالع. يحتفل بلادنا وسائر بلاد العالم باليوم المعاق العالمي 3 من ديسمبر واليوم المعاق العربي 13 من ديسمبر. والصندوق برعاية الأخ محمد محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس نقيم حفلنا السنوي اليوم. والصندوق يقدم خدمات كثيرة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم اعتماد نفقات تشغيلية لعدد 30 جمعية بإجمالي مبلغ 100 مليون سنويا واعتماد رواتب للعاملين في الجمعيات لعدد 338 عامل بإجمالي مبلغ 90 مليون سنويا. وسوف يولي الصندوق اهتمام خاص ذوي الاحتياجات الخاصة يقدم لهم الدورات التدريبية والتأهيلية والحقهم بعجلة التنمية المستدامة في البلاد واعتمادهم على الذات بدل الاتكالية على الغير. كما أكد الأخ صالح النادري رئيس اتحاد المعاقين بعدن على أهمية هذه المناسبة بالرغم من المعاق بحاجة إلى رعاية إنسانية. هذه الجملة القصيرة المتواضعة أؤكد على ضرورة الاهتمام بقضايا المعاقين ومشاريعهم وكل ما يتعلق بحياتهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم. كما نناشد الجهات المعنية ذات العلاقة بزيادة الاهتمام بهذه الفئة من الناس وهذا يدل على شيء مما يدل على حاجتهم الماسة للرعاية والاهتمام. يهدف هذا الحفل لزيادة الوعي بأن الإعاقة هي جزء من حالات الإنسان سواء كانت إعاقة دائمة أم مؤقتة في المجتمع بذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى المجتمع أن يوفر لهم كافة الحقوق التي يجب أن يكفلها لهم والأهم العيش بشكل طبيعي دون أي أنواع التمييز ضدهم. وقد خلل الحفل العديد من الفقرات الغنائية والرقصات الشعبية التي تعبر عن هذه المناسبة، كما أحيت الفنانة العدنية سهير ثابت أغاني شعبية تراثية نالت رضا واستحسان الحاضرين. وفي ختام الحفل تم تكريم محافظ محافظة عدن وعدد من الجمعيات من قبل محمد قائد الشاعري مدير الصندوق والأستاذ كتبي عمر كتبي مدير عام مديرية التواهي ومدير عام مديرية المعلى. انصار عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.